نبتدي كالمعتاد بأهم الأحداث اللي معانا. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بالأمس وفد من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني برئاسة النائبة إليسا كيرنز رئيسة اللجنة، وحرص الوفد البريطاني على الاستماع لرؤية الرئيس السيسي بشأن الأوضاع الإقليمية خاصة في قطاع غزة. وشدد الرئيس السيسي على أن الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل مزيد من تأجيل التوصل لحلول حاسمة لوقف إطلاق النار. امبارح كمان ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي، وخلال الاجتماع شدد رئيس الوزراء بالقرارات المهمة اللي اتخذها البنك المركزي، وقال إن هذه الخطوات ستهدف إلى توحيد سعر الصرف، وهو إجراء بالغ الأهمية يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي ومواجهة التضخم. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني برئاسة النائبة إليسيا كيرنز رئيسة اللجنة، وبحضور السفير جاريث بيلي سفير المملكة المتحدة بالقاهرة. وحرص الوفد البريطاني على الاستماع لرؤية الرئيس السيسي بشأن الأوضاع الإقليمية خاصة في قطاع غزة، وعرض الرئيس مستجدات الجهود المصرية للتوصل لاتفاق حول وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع. كما شدد الرئيس على أن الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل مزيد من تأجيل التوصل لحلول حاسمة لوقف إطلاق النار. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي آدن باري دوالي وزير الدفاع الكيني بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي. تناول اللقاء موضوعات التعاون المشترك في ضوء حرص البلدين على تعزيز الشراكة والتعاون في المجالات العسكرية والأمنية، كما تم التطرق لتطورات الأوضاع الدولية والإقليمية خصوصاً في قطاع غزة والبحر الأحمر والقرن الإفريقي وأثرها على السلم والأمن بالقارة الإفريقية. امبارح أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي بالرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني لتقديم التهنئة بمناسبة تولي موريتانيا رئاسة الدورة الجديدة للاتحاد الإفريقي. خلال الاتصال أكد الرئيس دعم مصر الموريتانيا وثقته الكاملة في حسن وفاء أخير الرئيس الموريتاني بمسؤوليات رئاسة الاتحاد، وأشار لاستعداد مصر لتقديم ما لديها من خبرات في هذا الصدد للأشقاء في موريتانيا بما يعزز العمل الإفريقي المشترك على مختلف المستويات. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي اللي تضمن جدول أعماله عدد من الموضوعات والملفات المهمة، وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء أشاد الدكتور مدبولي بالقرارات المهمة اللي اتخذها البنك المركزي، مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم مع السماح لسعر الصرف أن يتجدد وفقا لآليات السوق. كما أضاف رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تستهدف توحيد سعر الصرف، وهو إجراء بالغ الأهمية يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، مؤكدا أن القضاء على السوق الموازية من المرتقب أن يسهم في كبح جماح التضخم. امبارح قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء انه تم توقيع اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، وان برنامج الاصلاح الاقتصادي بيهدف لضمان تدفق استثمارات اجنبيه مباشره بصوره كبيره جدا خلال الفتره القادمه، مؤكدا ان الحكومه تعمل على تخفيض التضخم وخلق فرص عمل وزياده حزم الحمايه الاجتماعيه. وتابع مدبولي ان البرنامج تم زيادته من 3 مليار دولار ل 8 مليار دولار، بالاضافه لانه ومع التوقيع سنتمكن من التقدم لصندوق الاستدامه البيئيه المعني بموضوع التغيرات المناخيه لكي نحصل على قرض آخر في حدود مليار أو 1.2 مليار دولار، بحيث ممكن أن يكون إجمالي المجموع الخاص بالبرنامج المتكامل مع الصندوق الشق المالي 8 مليار إضافة ل 1.2 مليار، أي بنتحدث كذلك في حدود 9 مليار دولار. امبارح وافق مجلس الوزراء في اجتماعه بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على استيراد 1 مليون طن سكر خلال هذا العام، على أن يتم بصورة عاجلة استيراد 300 ألف طن كمرحلة أولى، وهو ما بدأت في استيراده وزارة التموين بالفعل. امبارح استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مجموعة كبيرة من الأطفال من ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة وأسرهم بمبنى مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة. جاء ذلك تلبية لطلب الطفلة فريدة خلال احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الخامسة اللي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤخراً بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة ومشاهدة ما تم بها من أعمال وإنجازات.
امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن قوات حرس الحدود نجحت في إحباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، حيث قامت بمطاردة والقبض على 2 من المهربين المصريين بالمنطقة شمال غرب مدينة القصير بالقرب من ساحل البحر الأحمر، وعثر بحوزتهم على 2595 كيلوغرام من مادة الحشيش و354 لفافة لنبات الهيدرو و144 لفافة لمادة الأفيون بإجمالي وزن 40 كيلوغرام، و12 لفافة لنبات البانجو بإجمالي وزن 24 كيلوغرام، وتم عرض الواقعة على الجهات المختصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية عن مواصلة مصر والإمارات لعملية الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة، وبيأتي ذلك مع تواصل الجهود المصرية الفاعلة لإقرار التهدئة والتعاون مع كافة الدول الشقيقة والصديقة وباقي المؤسسات الأممية لتأمين استدامة المساعدات الإنسانية ونقلها لداخل القطاع في ظل استمرار الأزمة الراهنة وما يعاني أبناء الشعب الفلسطيني من نقص في كافة مقومات الحياة. نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات. في الفيوم تم تجهيز وافتتاح 38 معرض أهلا رمضان لبيع السلع بأسعار مخفضة. أما في المنيا فقد تم فتح 60 فصل لمحو الأمية في مركز مطاي ومركز دير مواس. كمان امبارح في الشرقية تم الإعلان عن تحصين 230,691 ألف رأس ماشية ضد مرضى الجلد العقدي، وفي الأقصر تم تحليق 40 رحلة بالون طائر على متنها 1100 سائح. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الفيوم أعلنت المحافظة أنه تم الانتهاء من تجهيز وافتتاح 38 شادر ومعرض أهلا رمضان بمختلف مراكز وقرى المحافظة، منها 11 معرض وشادر بمدينة ومركز الفيوم، إضافة لشادر كفور النيل اللي بيجري تجهيزه تمهيدا لافتتاحه خلال الأسبوع القادم. في المنيا أعلنت المحافظة عن فتح 60 فصل لمحو الأمية بمركزي مطاي ودير مواس خلال شهر فبراير الماضي، وده ضمن مشروع المصريين يتعلمون وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة العامة لتعليم الكبار. في الدقهلية أعلنت المحافظة توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتطوير ورفع كفاءة عدد من مراكز طب الأسرة والوحدات الصحية بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وهي المنصورة وطلخة والسنبلاوين وبلقاس. في الشرقية أكدت المحافظة أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي وجدر الأنغام والماعز، قامت مديرية الطب البيطري عن طريق 180 لجنة خلال الأسبوع الخامس من الحملة بتحصين 230,691 رأس ماشية. في الأقصر انطلقت من أرض مطار رحلات البالون الطائر 40 رحلة بالون أقلت على متنها حوالي 1100 سائح من حول العالم، وسط أجواء مميزة من البهجة والفرحة بين السياح بالبر الغربي. في البحر الأحمر أعلن مركز عمليات المحافظة فصل التيار الكهربائي اليوم عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات الكهرباء، وهيتم فصل التيار عن مناطق سبينزو مول والكمين الجنوبي ومورنينغ ستار والدولفين وقرى سهل حشيش محطة الكيلو 9 بالغردقة، وده من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً. في سوهاج أعلنت المحافظة افتتاح معرض أهلا رمضان بمركز ومدينة جهينة، وده بالتعاون بين مديرية التموين والوحدة المحلية للمركز ضمن خطة افتتاح أكبر عدد ممكن من المعارض والشوادر خلال الفترة المقبلة، وده للتخفيف عن كاهل المواطنين في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن العمل على توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية.